يوم 8 إبريل 2024 هيكون في كسوف الشمس كلياً مرئياً، وهيحول النهار لليل، وهيحصل انخفاض في درجة الحرارة، ومن كتر الظلام اللي هيكون موجود أشعة الشمس مش هنشوفها، وهيبقى النهار ليل. ما شفناش كسوف كامل للشمس زي اللي هيحصل ده من 375 سنة، متخيلين؟ طب حد عارف ايه فايدة اللي هيحصل وهنعمل ايه لما يحصل؟ في ناس كتير متلخبطة، وكل معلوماتها عن الكسوف انه ظاهرة كيوت هتحصل وهنتفرج عليها من البلكونة او من الشباك، ونشوف الشمس وهي سودة قوي وبتتخانق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معي النهاردة في فيديو جديد. فضلا لايك للفيديو واشتراك للقناة، شير للاستفادة، جزاكم الله كل خير. طيب علشان نفهم كل التساؤلات دي ونجاوب عليها، لازم أولا نعرف يعني إيه هو الكسوف. هو أول كسوف شمس في 2024. الكسوف هو ظاهرة فلكية بتحدث لما الشمس والقمر والأرض بيكونوا على خط واحد، يعني القمر بيتواجد في المنتصف بين الشمس والأرض فبيحجب ضوء الشمس، وهي ظاهرة بتحدث لمدة دقائق، مش زي ما بيقولوا كده 5 ساعات الدنيا هتظلم، هما بس لمدة دقائق بيغطي فيها الظلام الأرض بشكل مؤقت، وبتخمد أشعة الشمس بصورة كاملة في كسوف كلي. وهذا الحدث بنراه مرة في العمر، خاصة انه بيكرر نفسه بعد 375 عام، ويمكن ان يستمر ده من 70 ل 80 دقيقة وفقا لوكالة ناسا. كما يمكن رؤية الكسوف الكلي في المكسيك، الولايات المتحدة الامريكية، كندا، وبعض من الكسوف الجزئي في غرب اوروبا، ولكن لا يمكن رؤيته في مصر. ده بخصوص الكسوف وبخصوص معناه العلمي. أما النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض الكسوف ومعناه الديني، وماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى الكسوف. فهنشوف مع بعض الكسوف. عندنا إن الكسوف ده عبارة عن إشارة من ربنا سبحانه وتعالى. لما بتحصل لازم تقوم وتتوضى وتصلي، يعني ليها صلاة اسمها صلاة الكسوف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسرع بيها أول ما يحصل حاجة زي كده. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا في الحياة وقدوتنا، وطبعا لازم بنتأسى به في كل حياتنا اليومية من كل الأفعال، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فطبعا زي ما هو كان بيعمل احنا بنتبعه وبنعمل. الثابت لينا ان الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله الكونية، يقعان بإرادة الله عز وجل، ولا يقعان لموت أحد ولا لحياته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى، لازم نقوم ونتوضى ونصلي. لما إبراهيم ابن النبي مات خسفت الشمس والنبي قام مفزوع خائف تكون الساعة هتقوم من هول المنظر والخوف، وكان بيؤمر سيدنا بلال ويقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يعني لا أذان ليها ولا إقامة. صلاة الكسوف دي لا أذان ليها ولا إقامة. يبدأ يصلي علشان لو القيامة هتقوم تقوم وإحنا بنصلي. سبحان الله. دخل النبي الجامع وصلى صلاة الصحابة وصفوه، إنها من أطول صلوات حياته وأطول صلاة شافوها بيصليها لحد ما انجلت الشمس. انجلت يعني ظهرت، القمر اتحرك من قدامها وهي الضوء بتاعها ظهر. الشمس والقمر دول آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى،
عشان يخوف بها عباده ويفوقهم من باب ترهيب الناس من سوء أعمالهم. وقال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني مش عشان تتفرج بس، لا، ده انت لازم تخاف، وتخاف جدا كمان، وتقرب من ربنا اكتر واكتر، وتصلي في الوقت ده، وتدعي وتستغفر كتير. فهنيجي بقى للمهم عندنا النهاردة، وهو صلاة الكسوف. هتبقى ازاي وهنصليها ازاي؟ صلوا على النبي كده معايا، عليه افضل الصلاة والسلام. هنصلي عادي خالص جدا، هنقرأ الفاتحة، طبعا الاستفتاح للصلاة، وبعد كده هنقرأ الفاتحة زي ما بنقرأ، وبعدها سورة من القرآن، بس تكون سورة طويلة زي سورة البقرة أو ما يعادلها، وبعدها تركع وتطيل الركوع. ممكن برضو تمسك المصحف وتقرأ منه، بما ان السورة هتكون طويلة. هنقرأ السورة وبعد كده هنركع ركوع طويل. الركوع الطويل ده بيبقى فيه تسبيحات بقى للركوع، برضو بمثابة طول الآية دي، طبعا بندور عليها وبنقولها في الركوع، بس بيكون اقل من قيامك وانت بتقرأ السورة. والأدعية بقى والأذكار في الركوع والسجود كتير جدا، هندور عليها طبعا ونقول منها، لأن الركوع مهم لتمجيد ربنا سبحانه وتعالى وتعظيمه، والسجود للمذلة والدعاء. بعد ما نقوم من الركوع هنقول سمع الله لمن حمده زي ما بنقول، بس هنا بقى مش هنسجد زي باقي الصلوات التانية، لأن هنا الاختلاف. يعني هنقف من الركوع ونقرأ بقى الفتحة تاني، ونقرأ سورة بعدها تاني، بس هتبقى أقل شوية من المرة الأولانية، يعني مش هتبقى في طول سورة البقرة مثلا، هتبقى أقل منها، تبقى سورة مثلا آل عمران. بعد ما نخلص قراءة هنركع ونطيل الركوع تاني جدا، وبعدها طبعا بإن احنا هنقول الأذكار بتاعة الركوع زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح وزيها كتير. وبعدها هنقوم من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده برضو زي ما بنقول، وهنقف شوية نحمد ربنا ونثني عليه زي ما انت عايز، وبعدها نسجد على طول، والسجدتين يكونوا طوال، وتكون الجلسة اللي بينهم طويلة برضو، وكل ده طبعا في الأذكار بتاعته بين السجدتين، وفي السجود تدعي بقى بما تشاء، وبعدها تقوم تبدأ للركعة التانية، وهتعمل زي اللي عملته في الركعة الأولى بالظبط. هيبقوا ركوعين برضو، مش ركوع واحد، يعني هي زي الصلاة اللي احنا بنصليها عادي، بس بدل ما بنركع مرة بنركع مرتين. دي صلاة الكسوف. وطبعا نقرأ من المصحف طالما السورة هتبقى طويلة، وهتصليها في البيت جماعة مع أسرتك وأخواتك البنات أو والدتك، ينفع برضو. ولو تعبت من الوقوف عادي برضو ينفع تقعد وترتاح وانت لسه بتقرأ. المهم تستغل كل ثانية وما تضيعش فرصة الصلاة الطويلة، لأنها جميلة جدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا في الصلاة بندعي دعاء الكسوف، الدعاء الكسوف: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آمين يا رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.